بس بالنسبه لعاشور طبعا عاشور قيمه كبيره طبعا، عاشور قيمه كبيره طبعا وكل حاجه، بس اتمنى طبعا اتمنى ان هو ربنا يلهمه كده القرار الصح، لان عاشور برده من اللعيبه مش زي فتحي. انا عاشور بالنسبه لي مش زي فتحي، فتحي جاي من النادي الاسماعيلي، لكن عاشور اتربى جوه النادي ومن ناشئين النادي، فالموضوع عاشور بالنسبه لك مختلف اختلاف كلي. لما تاخد قرار لازم تدرسه كويس جدا جدا. حتى سمعت المكالمه امبارح ليه في احد البرامج بيتكلم بيقول ان هو لسه ما خدش قرار ولسه بيفكر ولسه في عروض بتجي له، ما فيش اي مشاكل خالص، بس انا يعني كلنا نتمنى ان عاشور طبعا يختم حياته في النادي الاهلي. بس برضه انت عارف يا كابتن حته الاعتزال دي بتبقى صعبه شويه على لعيب الكوره. هو الوقت ده بيبقى صعب قوي، صعب جدا. لازم نعذر اللي بيحصل يعني، حتى لو خد قرار مختلف هو النادي الاهلي خلاص قدم عرضه وعاشور الموضوع في مفيش مشكله خالص. بالظبط مفيش مشكله، بس انا عايز اتكلم برضه مع عاشور في حاجه، يا رب يكون بيسمعني. يعني عاشور برضه يا كابتن اسلام لو جاي يروح في مكان كامكانيات عاشور انا شايف ان الموضوع هيبقى صعب بالنسبه له. لان الموضوع ده حصل معايا، انا كنت في سموحه كنت نجم الفرقه، وجيت لما جيت امشي ما كنتش كنتش بلعب بقى، قعدت فتره حوالي سنه او سنه ونص ما كنتش بلعب، كنت يعني بنزل كبديل والكلام ده، فبرضو الواحد نزل شويه بالظبط. فعشان انت بقالك سنه ما بتلعبش، حته ان انت انت حاسس من جواك ان انت فايق، لكن لما تيجي تنزل الملعب مع تيم كبير مثلا اي تيم بقى انت رايحه، اذا كان زمالك بيراميدز طبعا، لان دول احنا خلينا نكون صراحه دول الفريقين اللي هيبقوا عايزين عاشور. بالظبط، مش هيروح فرقه ثالثه ده انا متاكد، يا اما هيسافر يطلع بره مصر. عاشور لو راح لازم برضه هو يدرسها كويس، لو راح اي فرقه من دي وما لعبتش هيبقى وضعك ايه؟ يعني الموضوع هتبقى شافه ازاي؟ طبعا نادي الزمالك عارفين ان في طارق حامد وفي فرجاني، فرجاني ساسي، نفس الكلام في بيراميدز في دونجا وما اعرفش تقريبا مين جنبه. فالموضوع يعني انت خلي بالك، بس انا ممكن ما اكونش واخد باله الموضوع ده. انت حسام عاشور وكل حاجه وقيمه كبيره في النادي الاهلي، لكن خروجك من النادي الاهلي ده مش هيبقى زي ما انت متفاهم ان انت هتروح تلعب باسمك. لا، الكوره دلوقتي مفيش الكلام ده يا كابتن سلام. فانا عايز اوضح له بس حاجه زي اللي حصلت معايا لما مشيت من نادي سموحه ورحت الانتاج، برده كان الكابتن مختار اللي موجود، ما كنتش فورمه ما كنتش بلعب، فالموضوع اختلاف دخلت بقى في مشاكل وعدم لعب والكلام ده. انت ما هتستفاد ماديا، بس برده ممكن ما تلعبش، بعكس عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لما مشي من النادي الاهلي لا راح، لان عبد الله عنده كوره، عبد الله من اللعيبه طبعا الموهوبه جدا. لا بس حسام عاشور في مركزه رقم واحد او اثنين، يعني مش برده مش واحد أكيد. من الناس انا بتكلم يا كابتن في السنه اللي قعدها، في السنه اللي قعدها هتبقى الموضوع هيبقى صعب ان انت تروح في نادي كبير وتلعب، الموضوع مش هيبقى بالسهوله اللي هو متخيلها يعني. يعني هي وجهات نظر في النهايه، ويتبقى الحكم لحسام نفسه. اكيد طبعا النادي الاهلي قدم عرض لحسام، وبالتالي هو بقى حسام اللي يفكر براحته ويتخذ القرار كيفما شاء. اكيد طبعا.